يسرى بيود من الجهة اليسرى حملة لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي، بيود خطيرة لفائدة شباب الريف الحسيمي، وهدف التعادل، هدف التعادل لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي بوسط اللاعب نبيل أمغار. وجعل العلودي يقوم بالأدوار الدفاعية في الجهة اليمنى متقدم السن، لا يمكنه فعل ذلك، ربما ترك المجال لفريق شباب الحسيمي أن يستغل الجهة.